ما شاء الله في مكان مناسب. الان رايحين نشوف مكان غلق الانبوب المكسور في الشارع. يلا طلع تعال مصطفى. بقول لك تتأثر المكيفات بعدين لو ما ها؟ المكيفات ما تتأثر؟ شغال والله. الحين تم اغلاق صنبور المياه الرئيسي، الحين علاج المشكله. طبعا انا ساعه متاخره من الليل. كم ساعه عندك؟ الساعه الواحده و41 دقيقه. واحده 41 دقيقه. راح فريق طوارئ البيك اب الآن، نرجع للمقر المخيم نتأكد من حل المشكلة إن شاء الله.